السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس. كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وتحية كبيرة، تحية كبيرة لخوتي العزاز اللي كيتبعوني خارج أرض الوطن. هاد الفلوق اللي دابا غادي تشوفوا معايا خوتي العزاز، هاد الفلوق دابا جاني اتصال مع عند صاحبي وخويا عمر 77 دارك، وصاحبي وخويا كمال المعروف بزنزان. هاد الجوج ديال لي روابا صراحة الله عندهم ما يتقال، لا من ناحية الكتابة، لا من ناحية الفلو، ولا من ناحية ديال كل شيء. بالنسبة خوتي العزاز اللي بغى يسجل التراكاز ديالو بأسمنة رمزية عند صاحبي كمال، أنا غادي نوريكم الاستوديو فين كاين. الاستوديو راه باين وواضح، الاستوديو جاي في الطلعة ديال عين هاروم، الرونبون ديال بن دباب كطلع مع الطلعة ديال عين هاروم، الشعب كطلع مع نيشان، الدرب ديال الجامع كتدخل مع داك الدرب حتى للتالي اللي قلتي له الاستوديو ديال زنزان يوصلك حتى لعندو. وانا غنحاول نوريكم الطريق. دابا محيط جاي اخوتي من الطريق من واد فاس على الضيعة وكذا، يعني انا جاي من الفوق، ولان ها انتوما الدخلة ديال الاستوديو ديال صاحبي. ها انتوما اخوتي كدور هكا على اليسار، كتمشي نيشان مع الدخلة هادي. هدا كيتسمى الدخلة ديال عين هاروم درب الجامع، كدخل مع نيشان. ها انتوما الجامع على اليمين ديالي، كتزيد نيشان هكايا. ها هو الاستوديو ديال خونا كمال. وباش تعرفوا من الصوت من شاولها مكتبة، طاكسي تا هي خارجة وانا داخل. السلام عليكم، الله يحفظك اخويا العزيز. طاكسي خدا شهرة كبير. السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما كنقول لكم ديما، اول مرة كيتفرج في القناة ديال طاكسيور، اي مود لتحت يخلي لنا واحد سبسكرايب ويخلي لنا شي كومونتير زويون، راه معروف عليا كنرد على الكومونتيرات على الناس كاملة. وكما كتشوفوا دابا حاليا راني في الاستوديو اللي قلت لكم ديال صاحبي كامل زنزان وصاحبي عمر 77 دارك، مرحبا بي خويا عمر. ريكوردين ميكساج ماسترينغ مدينة فاس 29 سنة. وما كتشوفو المدينة شي شوية كاين فيها شوية العراقيل، داكشي باش ما بناش في الساحة وما فضلناش الوجود ديالنا كما تيقولو. ولكن ان شاء الله جاي الجديد ياك. وعلى هذيك الجديد اخويا عمر، شحال هادي ما بنتي غبرتي بزاف، بغينا نعرفوا هاد الغبره هادي فين غبرتي؟ غير الخدمه والاستوديو، حنا صنخدمو ان شاء الله، كاينه شي خدمه راه جايه بجد حسن كاع من داكشي اللي شفتوهم خلاصين ديال الاوس برود، كاينه خدمه جايه بجد ان شاء الله تسناوها. العز. وبالنسبه اخويا عمر، اللوغو ديال لينكس وهاد الشركه الجديده، بغيناك تعطينا شي تصريح، والتصريح غادي يكون حصري على القناه ديال الطاكسي. دابا كما شفتي الشركه ديال لينكس غادي نديرو معاها واحد الشراكه، غادي نبقاو نديرو البيبليسي واحد القضية بعدا باش نوضحوا لي فان ونوضحوا للجمهور والمتتبعين ديال القناة ديال الطاكسي. واش هاد القضية نتايا والصديق ديالك كمال ولا بوحدك ولا؟ لا انا وكمال. داكشي راه حتى هو راه كنتسناه باش تعطل عليه. تعطل علينا شي شوية وراه غادي يكون معنا كمال زنزان. خليكم. وباش انا قلت لكم قبيله اخوتي، من الاحسن تكملوا لا فيديو حتى للتالي، راه مازال جايين مفاجآت. كملنا اخويا عمر.
كما شفتوا الشركه دابا غادي نديروا بوبليسيتي متشارك معاهم، غادي نخدموا ان شاء الله واحد الاشهار ديالهم ان شاء الله بحول الله، وتا هو هذاك الاشهار غادي يعجبكم، غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله، حيت فيه واحد الافكار وفيه واحد الخدمه جديده، وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله غادي يبقاو سبونسور، اللي غيكون سبونسور ديما هو لينكس ان شاء الله بحول الله. شكرا لهاد الشركه هادي اللي الصراحه عبد الله والله العظيم كنشكرهم هاد المنبر هذا، حيت دارت التفات هي اخي عمر، بحال اللي دارت التفات، حيت انا كما قلت لهم في هاد الفلوق هذا اخي عمر بغيتك تهضر لنا مزيان وتقرب للجمهور باش يزيدوا يعرفوا شكون هو 77 دار، يعني كما انا قلت لهم في يعني في لونطري ديال الفيديو بان 77 دار وكامل زنزان يعني واحد الجوج ديال لي روابا يعني اللي كيتعتبروا من اقدم الروابط في فاس، ولكن ما واخدينش حقهم. دابا بغيناك يعني نتايا تهضر لنا مزيان باش منين يجي صاحبنا كامل عاوتاني نكملوا معاه. مرحبا، كنا كنلقاو صعوبات بزاف خويا يونس، اول حاجه في الريكورد ياك اخويا عمر، كنا كنلقاو صعوبات كبيره في الريكورد، خا كانوا ستوديوز في ديك القسم 2006 2007، ولكن داك الكاليتي وديك الخدمه ولا داك الشيء باش تخدم كاليتي خاصك فلوس بزاف، وما كانوش فهمتيني امكانيات وحنا ديك الساعه مازالين صغار، يعني بحال اللي نقولوا يعني حتى الوالدين ما كيامنوش بديك الفكره، تيقول لك والو انت تمشي تضيع غير وقتك، انت راك شنو اول حاجه كيهضروا الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين، شي شوف قرايتك شوف كذا شوف المسائل شوف هذه داكشي، المهم حنا واخا كملنا في المسيره ديالنا وتقاتلنا ومشينا وهذا وتكحفلنا ودبرنا فلوس الريكورد، حتى حنا ريكوردينا في ديك الوقيته وواحد القضيه بغيت نعرفها، اول تراك اخويا 77 دارك سجلتي وريكورديتي وميكسيتي يعني في الاستوديو شنو سنه بالضبط؟ اول تراك كنت ريكورديتو في 2006، اول تراك العزيز، ولكن ماشي ديك الساعه راني ديجا كنت تنكتب وصل ربي وهذا، ولكن غير هذيك اول فرصه تحت لي باش نتحط حدا الميكرو العزيز، يعني في 2006 يعني كانت بحال اللي نقولوا يعني كانت ديك الانطلاقه، ديك الانطلاقه ديال الريكورد اول مره نسمع صوتي وغادي نعرف كيفاش هذا الشيء كيتسجل وكيفاش كنحس ديك الساعه، صافي انا ما صنعرف والو، وداك الشيء اللي بغينا نعرفه انا بغينا نعرفه بعن قرب، حيت دابا الاغلبيه كيسمع 77 دار وما كيعرفوش، كيسمع كامل زنزان وما كيعرفوش، بغينا اليوم نزيدو نعرفو عاودنا حنا كنسمع كونتينا اخويا عمر، ديك الوقيته حنايا ديك الساعه قلت كلشي كان غالي باش ريكوردي غالي باش هذا الاستوديو يعني يعني الاستوديوهات وقلالين ما كاين، يعني انا بغيت تقول واحد القضيه يعني فاس من الاول كتعاني مازال كتعاني ضروري هذه المعاناه، وقلت الفستيفالات كان شويه في واحد البيريود كانت الراب كان كنت غادي نقول انا صافي الراب راه غيولي في شكل ونكسروا لي سين وكسروا لي موفمون وهذا، ولكن داكشي صافي نطابقوا في التنين حاصل كلشي غير في كازا، يعني هذا هو المشكل العواز، كلشي نحاصر بقى حبس في كازا، حنا هنا في فاس مابقى عندنا حتى شي حاجه اللي تبقى شي يعني بغيت تقول يعني واحد الفرص ضعيفه، يعني ما عندك بحال بغيتي تقول بحال بغيتي تقول يعني ما عندكش شي فرص فين 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 تبين داكشي اللي عندك، ولا بغيتي تبين داكشي اللي عندك خاصك تخلص الفلوس، يعني 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 ضروري الفلوس ما كايناش شي حاجه يعني بوزيسيون تشارك فيها باش تطلع لاصين وتجرب راسك في لاصين، واخا حنا ما كنتش كنسمينا في ديك الوقيته حنا اننا كومبيتيسيون، لا ما كنطلعش على اساس اننا مشاركين، انا واحد الدري صاحبي كنا كنصنفعو غير باش نشوفو حنا راسنا في لاصين كيفاش بحال بغيتي تقول يعني كتبغي تشوف المستوى ديالك انت فين واصل، كنخلصو فلوس باش هذا واخا نتحاكم عليها من هنا، حتى لو وقع لنا العراقي في ايزان ستريمون الريكورد ما تيديرش هذاك الشيء على قد ما كانش يقنعني كاع الخدمه، ما كانش يقنعنا في يونس الدراري وخا هما دراري بخير وكلشي واعر وكلها فهمتك فهمتك انا اللي كنفهمك يعني ولي يعني بحال بغيتي تقول يعني داك المستوى ديالك نتايا عالي عليهم هما يعني غير ما عندكش فين تفرغ داك الشيء، المهم في التالي بقيت صافي خاصني نخدم داك الشيء الراس، يعني خبرت واحد الوقيته وعاود لنا بالضبط هاد الوقيته وعاود لنا هاد المراحل، بغينا بالتواريخ وبغينا بالمسائل باش كلشي يكون متصل، صافي كنت حبس الراب في 2014
2014 وقفتي كاع في اقتراح بالسي الكارير ديالك. الكارير صافي كلشي ما بقيتش كندير، ما بقيتش كنكسب، ما بقيتش كندير حتى شي حاجه، ولكن بقيت نتعلم غير كيفاش نخدم السورس. واحد ديجا كنت كنكومبوزي لي انسترومونطال من 2005 وانا كنكومبوزي لي انسترومونطال 2005 2005 يعني دابا بغيتي نقول واحد القضيه، انا يوم القناة ديال الطاكسيور دابا تخيلوا معايا لي فرانس دابا 77 دارك وكان في كاس ولا في طنج، كيفاش غيكون المستوى؟ وانا زعما هاد فاس هادي لا حول ولا قوه الا بالله. كنلتمسوا من المجلس البلدي كيف ما قلت لهم في الاول الفلوق باش ينتبه لهاد الشريحه ديال الشباب ويحاول ما امكن. كما قلت لكم راه ماشي محتاجين حنايا تعاونونا ماديا، تعاونونا غير معنويا، يتوقفوا معنا وتدعمونا وتقولوا هادشي هذا اللي كنديروه يعني راه كنستحقوا عليه التشجيع. كمل اخويا عاون. هي هذيك قلت لك في ديك الوقيته صافي سديت عليا وبقيت نتعلم غير كيفاش نخدم الصوت، لان ديجا كنت كنكومبوزي لي زانسترومونطال، خصني نتعلم صافي نصاوب الصوت الراسي ونقاد كلشي مسائل الراسي نبقى من هذا. ولكن ما كنت صافي الراب، قلت انا صافي ما نبقاش نراب، غنتعلم غير الصوت الاسئله هذا من ولاية في البروديكسيون. حتى 2017 راني معاك يعني في 2006 تسجل اول تراك، في 2014 وقفتي الكارير. شمن سنه دابا قلتي هذه اللي عاوتاني 2017 عاوتاني كيفاش كانت الرجعه؟ غادي نمشيو نريكورديو عند واحد الدراري صاحبنا هو اللي كنصر حد الله لاول مره غنريكورديو، وغادي نريكوردي مرتاح وغنحط شي حاجه اللي يعني كتخدمها وانت يا اللي كنخدمها وانا مرتاح ديك الساعه، لان ديك الصديق ديالي وبحال اللي خدام في رزقي العز، يعني بحال اللي داخل اول مره داك الشيء ديك المستوى اللي كنت انايا باغي، لا من ناحيه الصوت لا من ناحيه الماستورين اللي تبارك الله اللي كيخدم. المهم وقع واحد العراقيل مبقاش يبغي يريكورديني، مبقاش كيبغي يريكورديني الناس هذا تنصور عليه مسجلوش. المهم داكشي بزاف استوديوات واحد اخرين صافي قلت لهم مكيديش نمشي عند حتى شي استوديو نريكوردي، حيت ما غاديش يطلع لي داكشي اللي باغي وما غاديش ناخد راحتي، يعني ضروري كتلقى ما غاديش كنا ديجا في 2014 كنا انا وزنزان كامل كنا في التاونات فاش كنا تجمعنا في هذا الجروب. كنا ديجا كان قال لي غادي يجي واحد الوقت ان شاء الله وغادي نديرو رزقنا. سبحان الله سبحان الله، يعني بحال اللي كان عنده تنبؤ يعني كان كيتنبؤ. حنا راه خاصنا حنا اصلا كنا صافي من تما باش غادي نفيني انا قبل ما غادي نفيني في ديك التالي ديال 2014 فاش نفيني هي هذيك كنا انا وكمال زنزان من تما صافي هذيك هي اخر حاجه غادي هذا قال لي صافي سالي الاستوديو ديالنا وان شاء الله ما تسد داكشي ديال 2019. يعني شوف شحال ديال المعاناه، شوف شحال ديال المعاناه، يعني واحد اخر يعني واحد اخر راه يستسلم، ولكن بيغ اب ليكم العز والله الا بيغ. 2019 وكيف كتشوفوا عاد بدينا الاستوديو حتى نقول المهم الثالث 2019 عاد لقينا كدا الماتيريال ودرنا شي حاجه ديالنا اللي نخدموها ديالنا ونخدموها لراسنا ونعطيو فيها داكشي اللي كنا تنبغيو، وما نبقاوش كل ساعه خاصنا المهم داكشي رزقنا ما ريكورديو 100 تراك 200 300 في النهار 400 ما ريكورديوش غير نتموسقو نخدمو موسيقتنا. هذا هذاك هو الجو اللي كنا تنقلبو عليه شحال هادي، يعني هذا الجو ديال دابا نكون لقيناه شحال هادي وكان عندنا الماتيريال وكان عندنا المسائل وين قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله برافو عليك، يعني لو بغيتي تقول يعني هذه المده راه كامله راك يعني راك استفدتي فيها بزاف يعني واخا يعني رغم هذه الصعوبات ورغم هذه العراقيل يعني الحمد لله يعني اكتسبتي واحد ليكسبيرونس بزاف خويا العز بزاف. واحد القضيه بغيت نسولك عليها هو كيفاش دابا البلان الجديد ديالك؟ البلان الجديد ديالي ان شاء الله هو غادي نخدم واحد ثلاثه ديال الكليبات ان شاء الله ان شاء الله جايين في الطريق
ثلاثة هاد الكليبات غادي تخدمهم سولو ولا فيتات ولا كيفاش؟ غادي نخدم جوج سولو وواحد فيتينه. ياه. وهاد الفيتينه ممكن تكون شي حاجة حصرية على القناة ديال الطاكسي وتزيد تعرفها. فيتينه إن شاء الله تصنع واحد الفيتينه مع الزهيمار والميد كينغ إن شاء الله بحول الله. خليكم على القاس. غادي يكون إن شاء الله. غادي نخدم جوج تراكات سولو إن شاء الله يكونوا كليبات. من بعد ان شاء الله شفنا الخدمه ان شاء الله مشات وتبارطاجاو داك الشيء عجب الناس وهذا غادي نحبس واحد الشويه وغادي نخدم في الالبوم ان شاء الله بحول الله بس ما بغيتش نخدم ديريكت في الالبوم الطاخ هذا حيت قلت من الناس مازال ما تيعرفونيش صح فكره مزيانه وكنشكرك على هذا التوضيح واخا الناس نقولوا ديجا تيعرفونا في كدا في الحومه في السيكتور نقولوا في فاس نقولوا كدا ولكن ماشي بديك اللي باغي نسال نخدم البوم بامكان نلعب البوم فيه 24 تراك من غدا ان شاء الله يكون البوم فيه يعني واجب وواحد القضيه واحد القضيه خوتي متتبعي القناه ديال الطاكسيور بالنسبه لاشين ديال 77 دار ولاشين ديال كمال زنزان انتم غادي تلقاوها كيف ما كنخلي لكم ديما خليت لكم ديال يوسف ديال طيفلو غادي تلقاوها في صندوق الوصف يعني لاشين ديال 77 دار وكمال زنزان غتلقاوها في صندوق الوصف كونتيني قوي عام قلت لك ان شاء الله ما بغيتش نلعب البوم على ما ياخذش حقه صح ما كاينش اللي غيبارطاجي ما بارطاج ما غيكونش الناس مازال ما تيعرفوكش بحال اللي غيعزف ديك البوم وهذا وممكن واحد اللعب باش تسبونسوريزي خاصك شويه ديال الفلوس يعني دابا شوف هاد القضيه ديال الفلوس معروفه في الريزو سوسي ومعروفه في السوشيال ميديا ومعروفه في عالم ديال الفن يعني بجميع المجالات ديالو لا راب لا راي لا شعبي يعني ضروري من الفلوس الموضوع كامل داير على با عمر ضروري كلشي داير على با عمر كمل لي اخويا عمر والحمد لله دابا ملي جات الشركه ديال لينكس ما غاديش نلقاو في هادشي ديال السبونسوريز ما غاديش نلقاو مشكل ولكن كيما هكا باش نخدم البوم داعم نخدم تراك 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 موراها ان شاء الله غادي نحطها العام غادي يكون ان شاء الله واعر وغادي تكون الخدمه انا وكمال زنزان ان شاء الله في الالبوم شي حاجه ديال الصول وتشوفوا شي حاجه ديال الجاز شي حاجه عربان شي حاجه غريبه ما عمرهم تسمعها في العالم ديالنا ما كاينش راب كاع اصلا ما نخليوش ديك الراب غيكون غير في واحد الشويه كلشي غادي يكون ان شاء الله خويا عمر بغينا شي كلمه اخيره للجمهور باش يجي خويا كمان نكملوا مع الحلقه المهم نقول لكم شكرا لكم وشكرا لعمي يونس ويلي بالفرح والسرور اخويا عمر كيف لكم ودخلوا تابوناو في لاشين ديال 7X7 دارك ودخلوا للاو اس برود دخلوا لاشين الاو اس برود راه تما تلقاو التراكات ديالي وتراكات الخدمة ديال الاستوديو ان شاء الله وكنبغيوكم بزاف وبيس لكم مع هذا المنبر ومرحبا بكم في الاستوديو ديال الاو اس برود اللي بغى يريكوردي اللي بغى الماسترينغ بغى يسي كليب بغى يسي اي حاجة مرحبا بك في الاستوديو ديال الاو اس برود في عين هارونز نقطة 23 مرحبا بكم كاملين ودخلوا عندي الانستغرام والفيسبوك ولا هذا وديك الساعة نتواصلوا ان شاء الله مرحبا بكم اللي عنده مرحبا به اللي ما عندوش اللي بغى يريكوردي مرحبا به مرحبا بكاع الناس مرحبا بكم كاملين عند 7X7 دارك والزي اي كي اللي هو زنزان وبيس لكم وبيس لعمي يونس على هذا البرنامج هذا ديالو.